السؤال الان بدنا نحل هذا السؤال على الاوبتيمم افشنسي، بدنا نلاقي الاوبتيمم افشنسي بوينت. الاس ريتد تبعت هذا المحول الريتد ابارنت باور بتساوي 500 كي في اي. اللود اللي المحول هذا عماله بغذي الباور فاكتور تبعه 0.75، ما بيهمني انه لاجنج او ليدنج ما راح يفرق. عندي كوبر لوسز ات 100% فول لود 4000 واط، هاي للبرايمري والسكندري مع بعض. والايرن لوسز او الكور لوسز 2500. السؤال ايش اللود بوينت؟ على اي لود لازم اشغله حتى احقق الماكسيمم افشنسي؟ وين بنرجع؟ بدنا نلاقي احنا الفا، مش هيك؟ هلا انا المفروض شو عملت من هون؟ كان لازم حطيت هون اوبتيمم او بي تي، لانه هذه ما بتتحقق الا لما الاثنين يتساوي، يكونوا الاثنين متساويين. اذا هون عندي حتى الاقي الاوبتيمم، اذا حتى الاوبتيمم يساوي بده يصير في عندي بي كوبر على الفا بده يساوي يبطل 4000، قديش بتنزل قيمته تصير؟ 2500 حتى يساوي الايرن لوسز، فهي بدها تصير 2500. اذا الفا بدها تساوي الجذر التربيعي، بدها تنزل من قيمتها اللي هي 2500 من 4000 ل 2500. 2500 على هاي بتصير 5 على 8 اظن، مش هيك؟ هاي جذر 5 بتطلع 79%، 5 على 8 بتصير 97%. شو بنستنتج هذا بالكلام؟ شو بنستنتج؟ شو يعني هذا الرقم معناه بالكلام؟ لو بدك تشرح لي اياه، شو لازم اعمل؟ انه اللود انزل اللود ل 79% من قيمه اللود تبعته حتى احقق اعلى افشنسي. طبعا هل هذا ممكن في الواقع؟ ما انا شاري الترانسفورمر بدي استعمله على 100%، بقدر انا انزله، انا اللي بقرر انزله ولا اليوزر اللي بقرر ينزله؟ الكاستمر، فاهمين؟ بس على الاقل لو حد سالك قال لك شو النقطه اللي عندها بتحقق الماكسيمم افشنسي، لو نزل هذا الاوتبوت ل 79% من قيمته بكون احنا حققنا الماكسيمم افشنسي. هلا بدنا نشوف عند النقطه هاي قديش البي اوت. طيب قديش البي اوت ات 100%؟ بس دكتور ثواني، تفضل. شو حكيت لي معناها 79%؟ معناها 79%، معناها هذا المحول لو انا حابب اني احقق الماكسيمم افشنسي تبعته لازم انزل اللود اللي هو بغذي ل 80 تقريبا 80 او 79% من قيمته الاصليه على 100%. اذا هو ما بحقق الماكسيمم افشنسي على 100%، على اي لود بحققه؟ 79%. هلا بي اوت ات 100% لود شو بيساوي؟ كيف بعرف البي؟ كيف بدي احسب البي؟ ايش بضرب؟ باور فاكتور. باور فاكتور في ايش؟ في اس ريتد. اس ريتد قديش عندنا؟ 500,000 هون. فبصير عندي 0.75 في 500 كي في اي، 500 في 0.75 بتعطيني 375 كيلو وات. اذا هاي هي الاوتبوت باور، بس انا ما بدي اغذيها بهاي، بدي اعطيها قديش؟ 79%. اذا بي اوت ات 79% بدها تساوي 0.79 اوف 375 كيلو وات. 375 كيلو وات في 0.75 حد يضرب لنا اياها تقريبا، يعني هي 8 بالعشره بس هي بالضبط 0.79. وحتى انا هون راح احط تحت ال 79% راح احط 69. قديش 200؟ 69.25. 69.25. 96 قصدك؟ 69 ولا 96؟ لا 96. 296. تمام. اذا هون عندي صار، طيب عند هاي النقطه 79% قديش راح تكون اللوسز؟ قديش راح تكون اول شيء الايرن لوسز عند هاي النقطه؟ النقطه 79% تربيع في الايرن لوسز. انا عم سوري 2500. قديش الكوبر لوسز راح تكون؟ هاي النقطة مش هاي هي الافيشنت اوبريتنج بوينت؟ شو قلنا احنا بصير عند الافيشنت اوبريتنج بوينت؟ مين اللي بتساوي؟ بصير 2500 لانه بتساوي نفسها. اذا عندي هون هلا بي كوبر على 79% بتساوي 2500. هلا كان بامكاننا احنا نحسبها، ناخذ 79% ونربعها ونضربها ب 4000، مظبوط؟ جرب برضه. طيب تقريبا اضرب 0.79 تربيع في 4000 قديش بتعطيك؟ 2496. 2496 96 هون، هيدا اللي هي
ايش هاي ايش طلعت منها هاي الاستاتيك؟ شوف شو عملنا، احنا اجينا قلنا احنا كل حساباتنا هون بدنا نحسب النقطة اللي هي الاوبتيمم، شو عرفنا احنا الاوبتيمم بوينت؟ ايش عندنا؟ مين اللي بتساوى عندها؟ ايش القيمتين اللي بتساوى عند الاوبتيمم بوينت؟ الاوتبوت وال بي كفر از ايكوال بي كفر بي اي ام ثابتة ما بتعتمد على اللود، إذا مين اللي راح يتغير؟ كوبر، قديش راح يصير بي كوبر؟ إذا بي اي ان 2500 قديش راح يكون بي كوبر؟ 2500 اوكي؟ تمام. بس احنا كان بامكاننا نحسبها بطريقه ثانيه، احنا عارفين انه اذا نزلنا اللود ل 79% الكوبر لوس تتناسب مع مربع 79% مضبوط؟ فنضرب 79% تربيع في 4000 اعطتنا نفس الرقم. هو هذا احنا هاي المعادله اصلا من هيك جبناها، هيك اشتقيناها، اوكي؟ اذا صار عندي البي كوبر لوسز بتساوي 2500 وات، البي كور لوسز بغض النظر عن اللود او الايرون لوسز ما راح احط هون 79% هي اصلا 2500. قديش الاوتبوت باور حسبناها؟ 269. اتذكروا انه هاي كيلو وات وهدول واتس، فبصير عندي الافشنسي ات 79%. ايش بقدر احط بدل 79% كمان؟ اوبتيمم. ايش بتساوي؟ بتساوي 296.25 كيلو وات على 296.25 كيلو وات زائد 5 كيلو وات. من وين اجت الخمسه؟ اثنين ونص الايرون زائد كبر، اثنين ونص زائد اثنين ونص، قديش هاي بتطلع؟ المفروض تطلع فعليا؟ لا لا، في لوسز، في عندي لوسز بس هاي اعلى شيء. إذا الآن لو رحنا جربنا على 100% راح يطلع الإفشنسي أقل، لو جربنا على 50% راح تطلع الإفشنسي أقل، فلو رسمنا كيرف، لو احنا راسمين كيرف هون، إيش راح يكون الإكس أكسس تبع الكيرف؟ إيش اللي عماله بتغير لما نغيره حتى نشوف إيش الإفشنسي بتغير عنده؟ اللود، إذا ممكن إذا بدك تحطه ألفا هون، وألفا إيش أعلى قيمة إلها؟ 100% واحد أو 100% وأقل قيمة إلها؟ فكأنه عم نقول انه الفا عم تتغير بين 100% و 0%. شو بتغير هون عندي؟ الافشنسي. اعلى نقطة عندها كانت تقريبا 80% تقريبا 0.8. هاي قديش جابت؟ 98.3%، رح تنزل هون وهون رح تنزل للزيرو. تمام واضح؟ هاي الماكسيمم افشنسي. هاي الماكسيمم افشنسي اجينست لود، فاللود احنا حطينا الفا اللي بتغير من زيرو ل 100%.